ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي اختبار على يونت 2 على الوحده الثانيه من كتاب المعاصر للصف الثالث الاعدادي بدايه من صفحه 121. اول سؤال بيقول لي finish the following dialogue، قم بانهاء الحوار التالي. اول سطر ده بيكون مهم جدا، بيعرفني المحادثه بتتكلم عن ايه. برا المحادثه كلها بالكامل وانا بحل براعي زمن المحادثه. بيقول لي فريده and هدى، فريده وهدى are talking about، يعني يتحدثان عن shopping. الاثنين بيتكلموا مع بعض عن الايه، عن shopping، عن التسوق. فريده بتقول yesterday، بالامس I went to the market، انا روحت للايه market، انا روحت للسوق. هدى بتسالها فريده، قالت لها I went with my mother، انا روحت مع مين؟ مع مامتي. يبقى هنا السؤال انت روحتي مع مين؟ من للعاقل يعني هو. وبعد كده عندي هنا went في الماضي، يبقى الفعل المساعد عندي هيبقى did، هو did. وبعد كده اي هتطلع لي كده في السؤال هتبقى يو. وبعد كده الفعل في المصدر هتبقى go، وبكمل go with. Who did you go with؟ يعني مع من ذهبتي؟ قالت لها مع مامتي. هدى بتقول لها what did you buy؟ طب ماذا اشتريتي؟ انت اشتريتي ايه؟ فريدة ردت عليها لسه ما عرفناش، هنكمل بقى هنعرف. فهنا هدى بتقول لها what color is that carpet؟ ايه لون السجادة؟ السجادة دي لونها ايه؟ يبقى هنا فريدة قالت لها ايه؟ قالت لها انا اشتريت سجادة. يبقى انا يعني I، يبقى يو حولتها الى I، وباي في الماضي هتبقى بوت، I بوت يعني انا اشتريت a carpet، انا اشتريت سجادة. يبقى يو حولتها الى I وديت في الماضي، فباي بقت بوت، I بوت a carpet، انا اشتريت سجادة. فريدة هنا هتقول لها على اللون لسه ما عرفناش. هدى بتقول لها لون السجادة ايه؟ فريدة قالت لها، هدى بتقول لها او red is a wonderful color، اللون الاحمر ده لون رائع جدا. معنى كده ان فريدة قالت لها انا اشتريت سجادة لونها احمر، او لون السجادة احمر، يبقى it's red لونها احمر. it's red اللون بتاع السجادة احمر، فبتقول لها اللون الاحمر ده رائع. وبتسألها فريدة، قالت لها it's 200 pounds، سعرها 200 جنيه. يبقى انا هنا عايز اسأل واقول كم السعر، كم السعر يعني how much، how much يعني ايه، يعني كم السعر. وبدل it is هتبقى ايه، هتبقى is it، how much is it يعني السعر قد ايه. فقالت لها سعرها 200 جنيه. بتقولها do you want to see it، تحب تشوفيها. فريدة بتقول لي هدى do you want to see it، تحب تشوفي السجادة. هدى قالت لها حاجة وقالت لها because I want to buy a carpet، عشان انا كمان عايزة اشتري سجادة. يبقى قالت لها ايوة انا عايزة اشوفها. يبقى هتقول لها هنا ايه، yes نعم. وقالت لها بقى السبب because، لان I want to buy a carpet انا حابة اشتري سجادة ايضا. والسؤال الثاني سؤال read and complete، اقرأ واكمل. بيجيب لي كده ست كلمات، بقرأ الكلمات وابدأ اوظفهم داخل النقاط. جايب لي ست كلمات، بختار منهم فقط اربع كلمات داخل النص اللي هو موجود عندنا. turn يعني يتجه او يشغل، على حسب بقى اللي جاي بعدها حرف الجر اللي بعدها بيغير معناها. fill يعني يملأ، يملأ استمارة، يملأ بيانات او معلومات سواء على الورق او على الانترنت. password يعني كلمة مرور. plugged يعني ايه، موصل بالكهرباء. turned يعني شغالة كده بقى في الماضي. هنا turn بمعنى يتجه او يشغل، على حسب اللي بعدها، لو بعدها on او off يشغل او يطفئ. هنا بقى جايبها لي في الماضي. passport اللي هو جواز الايه، جواز السفر. تعالوا نشوف هنختار كلمات ايه. الفقرة بتقول Nora is very excited، نورا بتكون متحمسة جدا. because she has a new phone، لان هي عندها تليفون جديد. first اولا she needed to charge the battery، احتاجت ان هي تشحن البطارية. to do this عشان تعمل كده she نقط the phone، يبقى هي عايز يقول لي بقى هي وصلت التليفون بالكهرباء، يوصل بالكهرباء اسمها plugged in the phone، وصلت الهاتف بالكهرباء يبقى plugged in. plugged in هي وصلت الهاتف
بالكهرباء and not it on، وعملت ايه بقى؟ وعايزين نقول له شغلته او فتحته، يبقى اسمها ايه؟ on. طبعا انا لازم عندي هنا turns في المضارع وعندي turned في الماضي. طبعا هو بيقول لي ايه؟ she plugged، يعني هي وصلت، يبقى الكلام في الماضي، يبقى اختار turns ولا turned؟ طبعا هختار هنا ايه؟ هختار turned في الماضي. and turned it on يعني فتحته او شغلته، turn on يشغل او يفتح، هجيبها في الماضي لان الحوار كله او الموضوع كله في الماضي، يبقى turned it on فتحته او شغلته. then ثم she left it for a few hours، هي سابته كده او تركته ل few hours، ساعات قليله. next بعد كده she needed to note some information about herself، هي احتاجت ان هي ايه؟ تملى كده بعض المعلومات عن نفسها، تدخل بياناتها يعني ومعلومات الشخصية بتاعتها، يملى بيانات او معلومات اسمها fill in. fill in، احتاجت ان هي fill in، تملى some information، بعض المعلومات about herself، عن نفسها. the phone asked for نقط، يبقى التليفون طلب ايه بقى؟ التليفون طلب ان احنا ندخل كده باسورد، باسورد اللي هي كلمة الايه؟ المرور، يبقى باسورد، التليفون طلب الباسورد كلمة المرور. طلب ايه؟ طلب كلمة المرور. she can log in، هي دلوقتي تقدر ان هي log in، يعني ايه؟ يعني يسجل الدخول، تقدر دلوقتي ان هي تسجل الدخول and use her phone، وتستخدم الهاتف بتاعها او التليفون بتاعها. نيجي بعد كده بقى جايب لي ايه؟ جايب لي هنا سؤال، read the following text، اقرا النص التالي. بيجيب لي نص بقراه وبترجمه كويس، وبعد كده بجاوب على الاسئله اللي بتكون عليه. بيكون جايب لي 3 اسئله اختيارات و3 اسئله مقاليه. النص بتاعنا بيقول last month، في الشهر الماضي، my parents decided to take me to Port Said، والدي قرروا ان هم ياخدوني ونروح ايه؟ ونروح بورسعيد. they said، هم قالوا we were going to have a wonderful time، ان احنا كنا هنقضي وقت رائع on the beach، على الشاطئ. mother suggested، مامتي اقترحت we would go shopping for half an hour، ان احنا نذهب للتسوق كده لمدة نص ساعة before going to the beach، قبل ما نروح للشاطئ. we agreed، احنا وافقنا and went to النهضة street، ورحنا وذهبنا الى شارع النهضة which was a wonderful place for buying clothes، حيث يوجد مكان رائع لشراء الملابس as souvenirs، يعني كهدايا تذكارية at reasonable prices، بأسعار reasonable يعني معقولة. كان في هناك محلات بتبيع ملابس كهدايا تذكارية كده بس بأسعار ايه؟ معقولة. it was full of small shops، المكان ده كان مليان بالمحلات الصغيرة and department stores، ومتاجر متعددة الأقسام where you could find almost anything you wanted، حيث تستطيع أن تجد معظم الحاجات اللي انت عايز ايه تشتريها، أو معظم الحاجات اللي انت عايزها. she said، هي قالت I needed a pullover for the winter and a skirt، هي احتاجت يعني او هي قالت ان انا احتاجت pullover وكمان جيبة for the winter للشتاء. الصفحة اللي بعد كده صفحة 122 page 122، بيقول لي ايه؟ well we started walking، احنا بدأنا في المشي، بدأنا نمشي. there were so many lovely items، كان يوجد العديد من العناصر أو الأجهزة الجميلة جدا that we forgot all about going to the beach، اللي خلتنا ننسى كل حاجة عن الذهاب للشاطئ، معنى كده ان هم ما رحوش الشاطئ أصلا. after a long tour، وبعد جولة طويلة we were able to buy some of our needs، قدرنا نشتري بعض من احتياجاتنا. noon came، يعني فترة الظهيرة أتت and we decided to have lunch، وإحنا قررنا إن إحنا نتناول وجبة الغداء at a restaurant، في مطعم. then ثم we went back to the same street، رجعنا وعدنا لنفس الشارع. mother saw، مامتي رأت
a marvelous Chinese carpet، يعني سجادة صينية جميلة أو رائعة. and stood، ووقفت amazed مندهشة أو مذهولة in front of it، وقفت كده قدام السجادة وهي مذهولة ومندهشة. she insisted on buying it، insisted on يعني هي كانت ايه مصرة او اصرت على ان هي تشتري السجادة. نيجي بعد كده بقى الاسئلة، الفقرة قرأناها وفهمناها، نشوف بقى الاسئلة. the underline word reasonable، الكلمة اللي تحتها خط reasonable يعني معقول. الكلمة دي in the fourth line في السطر الرابع means تعني، يبقى عايزة كلمة بتساويها في المعنى. boring الشيء المعقول هو الشيء الممل، ولا good ولا الشيء الجيد، ولا expensive ولا حاجة غالية، ولا upset يعني منزعج. يبقى الشيء اللي هو reasonable معقول هو الشيء الايه الجود الجيد. رقم اتنين the family spend نقط on the beach، العائلة قضت ايه على الشاطئ. نون فترة الظهيرة، قضت فترة الظهيرة كده على الشاطئ. ولا ونور يعني ساعة واحدة، ولا تو اورز ساعتين، ولا نو تايم يعني ما فيش وقت خالص. طبعا ما قضتش اي وقت خالص، يبقى نو تايم، نسيت اصلا ان هي تروح للشاطئ واتشغلت بالايه بالتسوق. رقم تلاتة mother likes not most، الام حبت ايه اكتر، شوبينج حبت التسوق اكتر، ولا ووكينج ولا المشي ولا ايتينج ولا التناول او الاكل، ولا رانينج الجري. طبعا حبت التسوق اكتر، يبقى شوبينج التسوق. والسؤال الرابع what was my parents plan for the journey، ايه هي كانت خطة الوالدين للرحلة، هما اصلا كانوا مخططين للرحلة دي هيعملوا فيها ايه. طبعا هما هيقضوا وقت رائع على الشاطئ، هما كانوا مخططين لكده، يبقى having قضاء a wonderful time وقت رائع on the beach على الشاطئ، يبقى مخططين لي having، مخططين لقضاء a wonderful time a wonderful time، مخططين لقضاء وقت رائع on the beach على الشاطئ. the beach على الشاطئ. رقم خمسة why do you think they went back to النهضة ستريت، عايز يقول يعني ليه في رأيك كده هم عادوا او رجعوا لشارع الايه النهضة عشان يشتري الايه، عشان يشتروا السجادة الصينية، يبقى اللي هي عجبت مامتهم، يبقى to buy a Chinese carpet، to لكي buy لكي يشتروا a Chinese carpet، to buy a Chinese carpet عشان يشتروا ايه السجادة الصينية. رقم ستة give a suitable title to the passage، عايزني اكتب كده عنوان مناسب للقطعة بتاعتنا. هنكتب بقى عنوان مناسب، ايه العنوان المناسب؟ طبعا زيارة الى بورسعيد، a visit زيارة to الى بورسعيد، زيارة الى بورسعيد، a visit to بورسعيد زيارة الى بورسعيد. جايب لي بعد كده سؤال بقى خاص بيه الاختيارات، بيقول هنا شوز اختار ذا كوركت انسر، الاجابة الصحيحة رقم واحد my new mobile المحمول الجديد بتاعي doesn't work لا يعمل بشكل جيد، ما بيشتغلش كويس. so لذلك I'll send نقط to the company، عشان كده I'll send يعني يرسل، انا سوف ارسل ايه الى company الى الشركة، هبعت ايه للشركة، التليفون مش شغال كويس، هبعت ايه بقى جولاري يعني مجوهرات، التليفون مش شغال فهبعت للشركة مجوهرات، ولا اكسبيشن يعني معرض او عرض، ولا كومبلينت يعني هتقدم بعمل شكوى للشركة وهقدم شكوى، ولا جرافيتي اللي هو الرسم على الجدران. يبقى I'll send انا سوف ارسل كومبلينت يعني سوف ارسل شكوى.
والسؤال رقم 2 the antonym of the word plain. الانتنم وهو المضاد، المضاد من كلمة plain يعني سادة، حاجة سادة كده يعني لون واحد ما فيهاش ألوان كتيرة. بيقول لي هنا اس بيكون ايه عكسها ايه؟ عكس الحاجة لما تكون سادة ايه؟ modern حديثة او معاصرة، حديث ugly يعني قبيح، colorful يعني ملون او زاهي، ولا beautiful يعني جميل. طبعا لما تكون حاجة سادة عكسها حاجة ملونة يبقى colorful يعني ملون. رقم 3 النقط is something that is a good price to encourage people to buy it. عايز يقول لي هنا ايه اللي بيكون عبارة عن شيء ما بيكون بسعر كويس عشان ان هو encourage يعني يشجع، بيكون بسعر كويس عشان encourage يشجع people الناس to buy it ان هي تشتري. ايه بقى ده؟ ده تعريف ايه؟ بوستر اللي هو الملصق، ولا special offer ده عرض خاص في اسعار كده كويسة بتشجع الناس ان هي تشتري، ولا ويب سايت يعني الموقع، الموقع الالكتروني، ولا كاستمر اللي هو الزبون او العميل. يبقى الحاجة لما تكون ب good price سعر جيد to encourage people عشان تشجع الناس to buy it عشان تشتريها، يقصد هنا ده تعريف ايه؟ special offer. special offer اللي هو العرض الخاص. جايب للصفحة اللي بعد كده صفحة 123 page 123، يقول لي هنا السؤال الرابع في الاختيارات to make the adjective، عشان نحنا نكون the adjective بنكون الصفة from the word use من الكلمة use اللي هي بمعنى يستخدم. انا بقى عايزة اكون منها الايه الصفة، يعني هحول الفعل ده الى صفة. we add the suffix، احنا add يعني بنضيف the suffix اللاحقة، اللاحقة يعني حروف ايه كده اللي في الاخر هنا هضيفها عشان احول use دي واخليها ايه، واخليها adjective اخليها صفة، يعني هحول الفعل لصفة. al ful ern ive، طبعا هنضيف ال ful عشان يبقى ايه، يبقى useful. useful يعني مفيد. رقم 5 my bag is the best. نقط الحقيبة بتاعتي بتكون بافضل ايه؟ the leather is very soft. leather اللي هو الجلد، الجلد اللي مصنوع منه الحقيبة، very soft يعني لين جدا او ناعم جدا، الجلد بتاعها نوعه حلو، يبقى الحقيبة بتاعتي بافضل quantity بافضل كمية، ولا quality بافضل جودة جلدها ناعم جدا، ولا height يعني اللي هو الارتفاع، ولا color اللي هو اللون. طبعا هو بيتكلم عن الجلد يعني المادة الخام بتاعتها، يبقى بافضل جودة، يبقى my bag is the best quality بتكون بافضل quality بافضل جودة. رقم 6 our النقط is a container يعني عبارة عن وعاء or device، وعاء او جهاز. in which water is boiled يعني ايه؟ يعني حيث بيتم غلي الماء فيه، المية بتغلي في هذا الوعاء او في هذا الجهاز. ايه بقى الجهاز اللي المية بتغلي فيه؟ كيتل اللي هي الغلاية بنغلي فيها المية، ولا فان اللي هي المروحة، المروحة، ولا اوفن الفرن، ولا فريج التلاجة. طبعا طالما قال لي بيتم فيه غلي الماء او المية بتغلي فيه، يبقى which water is boiled حيث تغلي الماء، المية بتغلى في ايه؟ كيتل الايه؟ الغلاية. بعد كده سؤال تصحيح الخطأ، بيقول لي هنا رقم 1 I didn't buy the jacket، انا لم اشتري the jacket or the coat، انا لم اشتري الجاكيت او الايه المعطف. نقط of them were too small، كلاهما يعني كل من الجاكيت والمعطف مالهم كان ايه صغير. عايز اقول كلا من او كلاهما، يبقى both of them، both of them يعني كلاهما، وبيجي معاها الفعل جمع يبقى both، يعني كلا من الجاكيت والمعطف كان ايه too small صغير جدا. رقم 2 none of نقط won the first prize، عايز يقول ولا واحد منهم فاز بالايه، فاز ب the first prize يعني باول جائزة او الجائزة الاولى، مفيش حد فيهم، مفيش حد منهم فاز بالجائزة الاولى.
تمام. يبقى none of بيجي لي بعدها ضمير مفعول، يبقى they هتبقى ايه؟ they هتبقى them، يبقى none of them. رقم 3 للصير العام الماضي ونقط a very long bridge in China، عايز يقول العام الماضي احنا بنينا كوبري او جسر كبير جدا في الصين. لصير العام الماضي من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط، وفي زمن الماضي البسيط الفعل بتاعي لازم يجي فيه التصريف الثاني. التصريف الثاني بيلد من الافعال غير منتظمة، التصريف الثاني منها التصريف الثاني وهو بيلت، بيلت يعني بنا. رقم 4 red is not popular color for our toaster this year، اللون الاحمر ده بيكون اكتر لون شعبي ومحبوب ومشهور في المحمصات او الات تحميص الخبز هذا العام. بيقول لي هنا ايه؟ طبعا most popular، طب ما هو جايب لي هنا most والصفة الطويلة، لازم طالما دي صيغة تفضيل لازم بيجي لي قبلها ذا وبعدين most او list والصفة الطويلة. طب هو جايب لي الصفة الطويلة، يبقى هنا جايب لي most، يبقى ذا most مش most بس، ذا most الاكثر شعبية او الاكثر شهرة. رقم 5 as I نقط تي في، اثناء او خلال ما انا بشاهد التلفزيون the light went out، النور ايه؟ النور انطفأ، يبقى هنا as بيجي لي بعدها زمن الماضي المستمر. الماضي المستمر was aware على حسب الفاعل. طب اي هتاخد معها ايه؟ اي هتاخد معها was، وبعد كده بعد was aware بنجيب الفعل بتاع مضاف له الاي ان جي. طب الفعل بتاع watch بضيف له الاي ان جي هيبقى واتشنج، واز واتشنج يعني كنت بشاهد. بعد كده بقى جايب لي الجزء الخاص بالكتابة، هنكتب ريفيو يعني نقد او مقال نقدي on the best and worst يعني عن افضل واسوأ items العناصر او الاجهزة of technology، اسوأ وافضل عناصر التكنولوجيا in your house في بيتك. وده اصلا متجاوب في نهايه الكتاب وكمان قريب جدا جدا، هتلاقوه موجود على القناه. اهم باراجرافات هامه ومتوقعه لمنهج الصف الثالث الاعدادي الترم الاول. عندنا هنا بس السؤال رقم 3، هنصلح الفعل نفسه built b u i l t i l t built يعني بنا. اكتبه لكم تاني، بيلت ده التصريف التاني للفعل بيلت يعني يبني، يبقى بيلت يعني بنا. الصفحة اللي بعد كده صفحة 124، الصفحة دي تجيب لي فيها كده اختبار لطلاب الازهر الشريف. بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue، اكمل الاجزاء الناقصة في هذا الحوار. اول سطر ده بيكون مهم جدا، بيعرفني المحادثة بين مين ومين وبتتكلم عن ايه. بقرا المحادثة كلها بالكامل وافهمها وانا بحل براعي زمن المحادثة. اول سطر بيقول لي رشا is making a complaint يعني رشا تتقدم بعمل complaint يعني بعمل شكوى about a coffee machine، بتعمل الشكوى دي عن ماكينة اللي هي بتاعة صنع القهوة that she has bought اللي هي اشترتها. رشا بتقول hello اهلا can I speak to the manager please، ممكن ان انا اتحدث الى المدير من فضلك. الاسيستنت اللي هو المساعد او البائع بيقول لها ايه؟ يس اوف كورس، نعم بالطبع. وبيسالها رشا قالت له اي هاف بوت ا كوفي ماشين، انا اشتريت ماكينه صنع القهوه ان اي وونت تو ميك ا كومبلينت وحابه اتقدم او اتقدم بعمل ايه؟ بعمل شكوى. طبعا هنا هيسالها يقول لها ايه مشكلتك؟ يبقى واتس يور بروبلم، ما هي مشكلتك؟ واتس What's your problem؟ ايه هي مشكلتك؟ بيسألها. فهنا الاسيستنت تاني بيسألها، هي طبعا قالت له انا اشتريت ماكينة لصنع القهوة لكنها يعني ايه انا عايزة اتقدم بعمل شكوى. فهنا بيسألها سؤال، رشا قالت له it doesn't work well، انها لا تعمل جيدا، هي مش شغالة كويس. يبقى هنا هيسألها ويقول لها ايه؟ What's wrong with it؟ ايه الخطأ في المشكلة؟ او ايه الخطأ او ايه المشكلة في الايه الماكينة؟ يبقى what's wrong with it، what's wrong with it، ايه المشكلة
او ايه الخطأ اللي موجود في مكان صنع القهوة. قالت له هي لا تعمل جيدا. الاسيستنت بيقول لها did you read the instructions well. طيب انت قريتي التعليمات كويس مع كل جهاز كده يكون معك كتاب كده صغير موجود فيه تعليمات ازاي انت تشغل الجهاز اللي انت اشتريته. فبيقول لها انت قريتي التعليمات كويس. رشا قالت له حاجه. فالاسيستنت بيقول لها سوري اسف جيف مي يور ادرس اديني عنوانك and your phone number ورقم تليفونك and I will send you another one وانا هبعت لك واحده تانية. يبقى معنى كده قالت له ايوه انا قريت التعليمات كويس لكنها مش شغاله كويس. يبقى يس نعم اي ديد يس نعم ونعمل كده كوما فيو هتحول الى اي وديت هتنزل زي ما هي في الاثبات يس اي ديد ايوه انا قريت التعليمات. فبيعتذر لها وخد منها العنوان ورقم التليفون عشان يبعت لها another one يعني ماكينة صنع قهوة تانية. هنا رشا بتقدم له الشكر بتقول له thank you يعني شكرا لك. جايب لي بقى سؤال read and complete اقرأ واكمل. جايب لي كلمات هوظفها داخل الايه النقاط. الكلمات اللي عندنا website اللي هو الموقع الالكتروني was يعني كان delivery اللي هو التوصيل توصيل الطلبات للمنازل bad يعني سيء وgood يعني جيد. تعالوا كده نشوف هناخد كلمات ايه. last month الشهر الماضي I bought a kettle انا اشتريت غلاية from an online نقط من ايه بقى عبر الانترنت من موقع يبقى an online website من موقع عبر الانترنت يبقى website. انا اشتريت الايه الغلايه دي من موقع عبر الانترنت. I waited for 3 weeks انا انتظرت لمده 3 اسابيع for not ليه عشان التوصيل عشان توصل يبقى delivery التوصيل. انتظرت كده 3 اسابيع لحد ما خدمه التوصيل الطلبات للمنازل وصلت لي الايه الغلايه. بيكمل هنا when the kettle arrived لما الغلاية وصلت it not broken عايزين نقول دي كانت مكسورة يبقى it was broken انها كانت مكسورة it was broken. I made a complaint انا تقدمت بعمل شكوى to send it back عشان ارجعها and get another one واحصل على واحدة تانية. They sent me a مقط kettle and took the broken one. هم بعتوا لي واحدة ايه وخدوا اللي هي المكسورة يبقى بعتوا لي واحدة جيدة يبقى they sent me a good kettle بعتوا لي غلاية good يعني ايه جيدة بعتوا لي غلاية جيدة وخدوا اللي هي المكسورة. بعد كده بقى جايب لي ايه جايب لي كده فقرة نقرأها مع بعض ونبدأ نحل الأسئلة بتاعتها. الفقرة بتقول Time is very important. الوقت مهم جدا. That's why ولهذا السبب we should spend our spare time. يجب علينا ان احنا نقضي وقت الفراغ بتاعنا in a useful way بطريقة مفيدة. A wise person الشخص الحكيم او العاقل is the one هو الشخص who makes the best use اللي هو بيعمل ايه بيعمل يعني او بيقوم باكبر فايدة لاستخدام الوقت. يبقى ايه هنا بتعود على الوقت يعني بيستخدم الوقت بتاعه افضل الاستخدام. Some people بعض الناس like to practice sports بتحب تمارس الرياضة to keep fit عشان تحتفظ بلياقتها البدنية and strong وكمان تكون قوية. Others والآخرين prefer reading بيفضلوا القراءة and writing والكتابة to live in their own words عشان ان هم live in their words يعني own words بكلماتهم الخاصة. يبقى هنا بعض الناس الآخرين أو others بيفضلوا القراءة والكتابة عشان يعيشوا in their own words بكلماتهم الخاصة. Reading القراءة is the most important and famous hobby دي بتكون أكتر هواية مشهورة that people can enjoy a lot اللي ممكن الناس يستمتعوا بها أكتر حاجة. A book الكتاب is a good friend ده بيكون هو صديق جيد that you can have انت ممكن تكون معاه with you او تاخده معاك with you where you go ممكن تاخده معاك في اي مكان انت تروحه. It provides us بيمدنا وبيزودنا with different kinds of knowledge بانواع مختلفة من المعرفة and lots of information وكمان بيمدنا وبيزودنا معلومات كتيرة. That's why ولهذا السبب we have to encourage our pupils لازم نحنا نشجع التلاميذ بتوعنا to go to school libraries ان هم يذهبوا للمكتبات بتاعت المدرسة. نفس الصفحة بس الجزء الثاني منها بيكمل لي بقى الاختبار بيقول لي ايه
بيكمل لي هنا جايب لي بقى اسئله على القطعه، بيقول لي جيف ا سيتابل تايتل فور ذا تكست، عايزني اكتب عنوان مناسب للفقره. طبعا الفقره كلها بتتكلم عن وقت الفراغ، يبقى قضاء الوقت يبقى spending time، يبقى بيتكلمنا عن spending time يعني قضاء وقت او قضاء الوقت spending time. spending time يعني قضاء الوقت. رقم 2، how can we make the best use of our spare time، ازاي ان احنا نقدر نستخدم الوقت افضل استخدام، اللي هو وقت الفراغ بتاعنا نستخدمه افضل استخدام. طبعا هنستخدمه افضل استخدام ازاي؟ طبعا in a useful way، بطريقة تكون مفيدة. in a useful way، in a useful way، بطريقة تكون مفيدة. رقم 3، what is the importance of school libraries، ايه هي بقى أهمية المكتبات بتاعة المدرسة؟ المكتبات بتاعة المدرسة طبعا بنستفيد منها لان هي بتزودنا وبتمدنا بالايه، بالمعرفة. هنقول هنا they اللي هي المكتبات، they المكتبات provide us، المكتبات ديت بتزودنا وبتمدنا with knowledge، بالمعرفة with knowledge، with knowledge يعني بالمعرفة. بعد كده جيب لي برضو اختيارات على الفقرة او على القطعة اللي قرأناها. some people like to practice sports، بعض الناس بتحب ان هي تمارس الرياضات. two نقط and strong، عشان تكون ايه وقوية. enjoy the air، عشان تستمتع بالهواء. ولا keep fit، عشان تحتفظ باللياقة البدنية بتاعتها، لياقتها البدنية. ولا borrow books، عشان تستعير الايه الكتب. ولا فيل ساد، عشان تشعر بالايه بالحزن او بان هي حزينه. طبعا عشان ايه؟ عشان كيب فيت، عشان تحتفظ باللياقه البدنيه الخاصه بيها. رقم 5، the underline pronoun at revert، واحنا قلنا الضمير ات بيشير الى جيم، الى اللعبه او المباراه. ولا سبير تايم، ولا بتشير الى وقت الفراغ. ولا هوبي، ولا بتشير لي الهواية. ولا لايف، الى الحياة، طبعا بتشير الى وقت الفراغ spare time، واحنا قلناها واحنا بنقرأ الفقرة. لما يكون جايب لك ضمير وتحته خط، طبعا هيسألك عليه ويقول لك طب الضمير ده بيشير الى ايه. بعد كده عندي أسئلة الاختيارات. when you are unhappy about something، لما بتكون غير سعيد بشأن شيء ما. you can make، ممكن ان انت تتقدم بعمل ايه، ميل يعني وجبة، هتعمل وجبة لما تكون سعيد او غير سعيد من حاجة. ولا discount يعني خصم وتخفيض. ولا complaint يعني تتقدم بعمل شكوى. ولا fire يعني حريق او نار، طبعا ستتقدم بعمل complaint يعني شكوى. رقم 2، I like نقط the blue shirt and the green shirt، عايز يقول هنا انا بحب اللي هو القميص الازرق والقميص اللي لونه اخضر. which one should I buy، اي واحد ينبغي ان انا اشتريه. يبقى I like ايه، both ولا either ولا neither ولا nor، طبعا جايب لي هنا ايه and، اللي بيجي معها and طبعا both. both يعني كل من، the blue shirt، the blue shirt اللي هو القميص الازرق، and the green وكمان الايه the green shirt، يبقى both and، كل من. و رقم 3، you can use this not to get the information you need online، انت تقدر تستخدم هذا ايه عشان تحصل على المعلومات اللي انت محتاج لها عبر الانترنت. location الموقع، موقع يعني مكان او موضع. ولا situation الموقف. ولا net اللي هي الشبكة. ولا website اللي هو الموقع الالكتروني، طبعا تقدر تستخدم هذا الموقع الالكتروني عشان توصل للمعلومات اللي انت عايزها. رقم 4، تلفزيونز، التلفزيونات are not expensive than kettles، بتكون ايه عن الغلايات. عندي than هنا دليل ان الجملة بتاعتي فيها مقارنة. طب مقارنة نشوف الصفة، نلاقي الصفة طويلة قبلها more او less، يبقى more expensive than kettles، التلفزيونات اكثر غلاء من الغلايات. بعد كده السؤال جايب لي هنا سؤال خاص بتصحيح الخطأ.
رقم واحد، نيذر علي نقط سامي سبيكس فرنش، عايز يقول ولا علي ولا سامي يتحدث اللغة الفرنسية. نيذر بيجي معها ايه؟ نيذر نور، ولا ده ولا ده. بعد كده رقم اتنين، غير اي نقط ذا باتري ماي فون رانج، بينما انا اشحن البطارية التليفون ران. وقال بيجي لي بعدها ماضي مستمر، في زمن الماضي المستمر انا بستخدم واز او وير على حسب الفعل. الفعل اي يبقى هنستخدم واز، وبعد كده الفعل بتاعه مضاف له اي ان جي، بينتهي بالاي، بحذف الاي واضيف له الاي ان جي، يبقى تشارجنج، واز تشارجنج. بينما انا واز تشارجنج، بينما انا بشحن الهاتف او بشحن البطارية الهاتف او التليفون بتاعي رن. رقم 3، it's not to shop online now than before، من الاسهل ان انت تتسوق دلوقتي عبر الانترنت عن ذي قبل. than يبقى دليل مقارنة easy، بحذف الواي واضيف لها الاي، او الواي هقلبها الى اي، وبعد كده بضيف الاي ار للمقارنة، يبقى easier. يبقى easier to shop online، اسهل انت تتسوق عبر الانترنت نعم دلوقتي، than before عن ذي قبل. جيب لي بعد كده الصفحة اللي بعدها، صفحة 125. جيب لي هنا بقى ايه اختبار كده، يعني زي نموذج كده محافظة بورسعيد، او نموذج لمحافظة بورسعيد، اسئلة اختيارية بحل، لكن مش انا اللي بكمل المحادثة، لا انا بختار الاجابة الصحيحة. بيقول لي هنا choose اذا كنت انصر، اختر الاجابة الصحيحة عشان احنا نكمل ايه the following dialogue، الحوار التالي. اول سطر ده انا اقراه كده كويس، بيقول لي اشرف and his friend عمر، اشرف وصديقه عمر are talking about، يتحدثان عن عمر's new mobile phone، الهاتف المحمول الجديد بتاع عمر. اشرف بيقول have you bought a new mobile phone، هو انت اشتريت تليفون جديد؟ عمر هيقول له ايه؟ طبعا عرفنا من اول سطر ان هو اشترى، يبقى هيقول له yes I have. yes ايه؟ yes I have، أيوة أنا اشتريت، يبقى نختار yes I have، يبقى yes I have. نيجي بعد كده أشرف بيسأله عمر، قال له it's 4000 ليرة، بأربع تلاف جنيه، يبقى هسأله أقول كم السعر، كم السعر يعني how much، how much is it، يبقى كم سعره، how much is it. بعد كده أشرف بيسأل هنا عمر، قال له not yet، ليس بعد، let's check it together، هيا بينا نفحصه مع بعض. طبعا هو بيقول انت فحصت التليفون، يبقى هنا هيقول له ايه، يبقى have، يبقى هنا هيقول له have you checked it، انت فحصته، تحققت منه، اتأكدت ان هو كويس، فبيقول له لا ليس بعد، let's check it together، هيا بينا نفحصه، together together يعني سويا. عمر بيقول له oh what should I do، هنا الاول اشرف بيقول look انظر it doesn't charge، ده هو ما بيشحنش التليفون، ما بيشحنش. فعمر بيقول له what should I do، المفروض ان انا اعمل ايه. طبعا هنعرف ان المحادثة بقى ان هيقول له رجع التليفون ده للمحل دلوقتي كمان عشان تغيره بواحد جديد او تبدله بواحد جديد. يبقى هنا هيقول له ايه المفروض ان انا اعمل ايه، يبقى you should change it from the shop، لازم ان انت تبدله وتغيره من المحل، يعني ترجعه للمحل وتاخد بداله واحد تاني. بقيت المحادثة بيقول لي هنا ايه، عمر بيقول اوكي حسنا I'll go back to the shop، انا هرجع للمحل right now دلوقتي to change it عشان اغيره، thanks for your advice، بشكرك على نصيحتك. يبقى هنا اما حد بيشكرنا بنقول ايه، طبعا لما حد بيشكرنا بنقول له ايه your welcome، يعني العفو، you are welcome يعني العفو. جاب لي هنا برضو اسئلة للتصحيح، لكن هختار الاجابة الصحيحة. بيقول لي هنا كيتلز الغلايات ار نوت اكسبنسيف ذان اي تابلتس، الغلايات بتكون اقل غلاء من التابلتس، عندي ذان، عندي ذان دليل المقارنه، الجمله بتاعت فيها مقارنه يا اما مور يا اما لس، يبقى هو عايز يقول اقل غلاء من، يبقى لس اكسبنسيف ذان، لس اكسبنسيف ذان، اقل غلاء من. رقم 7، which book is the most useful، عايز يقول هنا اي كتاب بيكون هو ايه اكثر او مفيد اكتر، ذا طبعا صيغه تفضيل، بيجي لي بعدها يا اما موست او ليست، هو بيقول لي هنا مور عايز يقول اكثر افاده، اي كتاب مفيد اكتر، ام قال هنا ذا ساينس بوك كتاب العلوم، يبقى مساله اقول اي كتاب بيكون هو مفيد اكتر، يبقى ذا بعدها موست او ليست، يبقى ذا موست يوسفل الاكثر ايه افاده. رقم 8، ايه بيقول اي دونت لايك بيتزا، انا ما بحبش البيتزا،
بيرد عليه وقال نقط دو اي. عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له ولا انا كمان اللي بتيجي في النفي ايه؟ عايز اقول ولا انا كمان اللي بتيجي في النفي اللي هي نيذر. نيذر دو اي، ولا انا كمان بحب البيتزا. رقم 9، when I go to this restaurant، عندما انا اذهب لهذا المطعم I not each eat fish or chicken، انا اما اكل سمك او ايه او دجاج. اللي بيجي معها اور ايه؟ نيذر ولا اور ولا ايذر ولا لن؟ طبعا ايذر. eat fish، اما اكل سمك or chicken او دجاج. ايذر اور، اما اور.